ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا البنات في فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم غادي نعطيكم بعض النصائح عن كيفية تنظيف وتلميع المجوهرات. نتمنى ان شاء الله هذه النصائح تكون مفيدة وتستفدوا منها. اذا غادي نبداو. عندنا بطبيعة الحال كيف تنعرفوا المجوهرات تكون عدة انواع، يعني كاين الفضة، كاين الذهب، وكاين الاحجار النفيسة، كاين الالماس، كاين الشوهر، كاين اللؤلؤ، كاين بزاف ديال الانواع. فانا غادي نحاول نعطيكم بعض الافكار. بالنسبه لاول فكره هي الفضه اللي هي النقره. بطبيعه الحال انا خضيت كميه من الملح تقريبا 2 المعالق كبار مع قطرات من عصير الحامض ومع القليل من الماء الدافئ، ونقعت فيه الفضه ديالي. كي تشوفوا انا سبق لي نقعت هذا الحلق باش يكون جاهز. فبهذا الشكل كيف قلت، الملح والحامض والماء، وتنقعوا فيه هاد المجوهرات ديال الفضه اللي عندنا، تنخليوهم واحد الفتره. من بعد تنجيبوا فرشه اسنان تكون مستعمله ما بقيناش محتاجينها، وتنظفوهم بديك الفرشه ديال الاسنان. هذه اول اقتراح بالنسبه للفضه. غادي ندوزو للذهب. بالنسبه للذهب طريقة التنظيف سهلة، فاحنا فقط تنحتاجو معجون الأسنان. أنا تنفضل هاد المعجون اللي تيكون أزرق بهذا الشكل، ولا بغينا المعجون العادي اللي هو أبيض فممكن نستعملوه، غير غادي نخففوه بشوية الماء. يعني نتأكدو أننا خففناه بشوية الماء باش داك البياض ديالو ما يلصقلناش في دوك الشقيقات ديال المجوهرات ويبقى مشكل لنا واحد البياض تما كاينه. فانا هنا عندي شويه ديال الماء وغادي ندير فيه معجون الاسنان. معجون الاسنان تينظف اولا وتيعطي واحد اللمعه وبريق. تنخلطوه مع هذا الماء. نجيبو المجوهرات ديالنا. تنحطوها هنا، ممكن نحطوها مباشرة نبداو في التنظيف، وإلا كنا ما مزروبينش ممكن نحطوها ونخليوها منقوعة بعض الوقت بهذا الشكل هذا. وعندنا نوع آخر ديال الذهب اللي هو هذا تيقولوا له المخرم، هكا اللي فيه هاد النقش هكا مخرم. فهذا شويه تياخذ الكحوله في هاد الشقايق من الداخل ومن الجناب وتيولي لنا تيكحل. فهاد النوع الذهب شنو تنديروا له؟ تناخذوا بيكربونات الصودا قليل، تناخذوا الماء مغلي مزيان من المطايب، تنديروا قليل منه تنقعوه في هذا الماء غليان وبيكربونات الصودا، فهي تتخلصوا من ديك السواد اللي تيكون تيتشكل لنا في المجوهرات ديالنا. غير هو شرط واحد بالنسبه لهاد الطريقه ديال بيكربونات الصودا، نديروها للمجوهرات اللي هي فقط ذهب اللي ما يكونش فيها احجار، اين بينما المجوهرات اللي تيكون فيها احجار اما هاد السيرتيفيهات صغار او حجارات كبار، فالاحجار بصفه عامه نضفوهم بهذا الشكل ديال معجون الاسنان. علاش؟ لان المطايب يقدر ياثر لنا على الاحجار اللي في المجوهرات، لان تنعرفوا الاحجار تتاثر بدرجات الحراره، فاذا درناها في الماء غليان ممكن الحجرات ترتق، ممكن تشق. فممكن هو الماء غليان امن على الذهب لكنه غير امن على الاحجار اللي تتكون في المجوهرات. لهذا فالمجوهرات اللي فيها الاحجار اكتفيوا بمعجون الاسنان، وراه غادي يعطيكم واحد النتيجه ان شاء الله حتى هي طيبه. غادي ندوزو لنوع اخر اللي هو الدايمن او الالماس. فاحنا فقط تناخذوا صابون اليدين اللي هو هذا، يعني الصابون اللي تنغسلوا به اليدين ديالنا عادي، تنديروه في شويه ديال الماء وتنحطوا فيه هاد المجوهرات ديالنا ديال الالماس. وفاش نجيو نطفوها فاحنا تنكتفيو فقط بقطن، تنبللوه بداك الماء والصابون وتنمسحوه على الحجر بكل رفق وبكل نعومه، لان ديك الحجيره ما خصهاش تخبش. يعني احنا تتبان لنا ما مخبشاش، ولكن راه فاش تديها عند السائغ
تيشوف فيها بواحد المكبر، يعني تيبين ابسط الخدوش. فهي ممكن هاد الشيء تاع الاسنان تتبان ناعمه، ولكن راها ممكن دير خدوش على هاد الحجر ديال الالماس لانه تيكون حساس شويه. فاحنا حتى في التنظيف ما تنديروا لا فورشات لا والو، تنكتفيو بالقطن. كاين انواع اخرى ديال الاحجار اللي هي مثلا الجوهر اللي معروف في المغرب الجوهر، كاين اللؤلؤ، كاين الزمرد، كاين انواع اخرى. فالمهم انا اللي تنصح به الا كان الحجر مع معدن، مثلا هاد الخاتم هذا، يعني يكون الحجر مع ذهب او لا مع حاجه اخرى ممكن نفزكوه. بينما فاش يكون العقد فيه بس الاحجار الكريمه وفي خيط، من الاحسن ما نقعوش في الماء، لان ذاك الخيط ممكن يرشى وممكن يتاثر بالبال. الاحجار اللي تتكون في الخيط حنايا فقط تنكتفيو باننا ننظفوها بقطن بحال هذا، يكون مبلل، وتنمسحوها مزيان باش يرجع لها اللمعه ديالها. فيما يخص المجوهرات اللي تتكون عاديه، يعني ماشي ذهب ماشي فضه، ما تحتاجش الماء بطبيعه الحال. واول ما نشريوها نحاول نجيبو ملمع الاظافر اللي هو الفيرني، وتا نصبغوها كامله بداك الملمع، وهكا تنديرو واحد الطبقه عازله اللي تتخليها ما تتكحلش وما تتاثرش بالماء او بالعطر او باي حاجه. وبصفه عامه العطر مع المجوهرات نحاولوا نبعدوا عليه، يعني دائما نكونوا لابسين المجوهرات ديالنا، نحاولوا نرشوا العطر في الملابس او لا في اللحم ديالنا، ولكن ما نرشوش العطر مباشره على المجوهرات. لان دابا غادي ندوزو نبداو بالتنظيف، وغادي نبداو باول حاجه اللي هي الفضه. حنا تناخدوها بهذا الشكل، تنبداو تنحكوها بالفرشاه، وتنهزو هذا الملح اللي نقعناها فيه وتنحكوها به. كيف قلت عملنا لها الملح وعصير الحامض، وتنجمعوها هكا فراحة اليد، وتنحكوها مزيان، وتنستمروا بهذا الشكل بالنسبة للطقم كله بهذا الشكل. المهم باش ما نطولش عليكم، تنرجعوا للذهب ديالنا، فهو ايضا بنفس الطريقة بحال دابا السلسلة، تنجمعوها فراحة اليد، وتنبداو بهذه الفرشة. تنفكوها مزيان ايضا بالنسبه للخاتم نفس الطريقه، تنحاولوا من الداخل ومن الخارج بهذا الشكل. تنرجعوا لهذا الشيء، هو ديجا بدا تيبان المفعول، تنطفوه من الداخل ايضا ومن الخارج بهذا الشكل هذا. ما نطولش عليكم، وغادي نرجعوا للخاتم هذا. وكيف قلت احنا تناخدو فقط هذا القطن، وتنبللوه بهذا الماء والصابون اللي سبق نقعناه فيه، وتنبداو تنضفوا هذه الحجره بهذا الشكل هذا. شي تنحاولوا غير نمسحوها، تنمسحوا ايضا الاحجار اللي معاها. هي راه دغيا تستعد البريق ديالها غير بالماء والصابون، وممكن بقطن الاذنين ايضا. وتنكملوا بهذا الشكل القطعه الثانيه، ومن بعد هذه المجوهرات تنغسلوها في الماء، وتنحطوها فوق فوطه او منشفه بهذا الشكل، وتنمسحوها مزيان باش تنشف. اما بالنسبه للمجوهرات كيف قلت اللي تتكون من هذا النوع اللي ماشي ذهب او لا فضه، فاحنا تناخدو ملمع الاظافر اللي بهذا الشكل، تنحاولو نلوتو عليها من كاع الجوانب. هاد الشكل تنمشيو معاها جنب بجنب، وتنخليوها في كل مرة تنشف هاد نديرو الجانب الآخر. وهكا ما تتكحلناش، وتتبقى محافظة فترة أطول على اللمعان ديالها. بالنسبة لساعات اليد،
فإذا كانت الساعات أصلية يعني من النوع اللي ما غاديش يكحل، فاحنا فقط تنكتفيو تناخدو قطن، تناخدو القليل من الفازلين بهذا الشكل هذا باش تندخلو الفازلين في القطن، وتنجيبو هذا القطن وتنمسحو هاد الساعة ديالنا. طبعا الحال ما ينفعش نديرو لها الماء ما عدا إذا كانت هي الساعة ديال الماء، وتنمسحوها بهاد القطن والفازلين حتى ترجع لها اللمعة ديالها. لاحظتوا راه مباشرة تبدا تبان فيها اللمعة. وفي حالة إذا ما كانت ساعة عادية يعني معرضة أنها تكحل، فاحنا تنديرو لها نفس الطريقة وتندهنوها بهاد ملمع الأظافر، تندهنوها من الوراء ومن الجوانب، وخصوصا هنا في الظهر ديال السمطات، لأن هادو أكثر بلاصة تتكحل دغيا إلا كانت ساعة عادية. فتنديرو لها نفس الشيء بملمع الأظافر وتنخليوها تنشف، وهكا حتى هي تنحميوها باش ما تكحلش وباش تبقى محافظة على اللون الأصلي ديالها. إذن كيف تتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال المجوهرات من بعد ما جففناها ومسحناها. كيف تتشوفوا راها استعادت جزء كبير من البريق ديالها ومن اللمعان ديالها. وهكذا تنبقاو دائما عاطين واحد المظهر ديال الجدة وديال اللمعة للمجوهرات ديالنا مهما طالت الفترة ديالها، فاحنا دائما بغسلة بسيطة ممكن نرجعوها وكأنها جديدة. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون مفيد، ونتمنى يعجب الاخوات، ونتلاقاو في فيديو مقبل بإذن الله.